السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في قناتي ليدي ليست نورا مع فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غنقدم لكم البنات فقيقسات مالحين، كيجيو زوينين وسهلين في التحضير بعجين واحد. ونبداو المقادير على بركه الله. عندي 500 غرام ديال الفورس، عندي 200 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، 4 ديال الفرماجات، 2 البيضات غير صفر ديالهم، وعندي 5 المعالق ديال الحليب، وعندي الملح. غادي ناخذ القصريه غنديروا فيها هذاك الدقيق ديالنا، غنزيدوا عليه الملحه، البيض غير الصفر ديالو، غادي نزيد دوك 5 المعالق ديال الحليب ولا الماء اللي بغيتوا البنات، وغندير داك الفرماج. غادي ندير وغادي نبدا نخلط فيها البنات العجينه، غادي ندير ديك الزبده حتى هي الزبده تكون بحراره المطبخ، وغادي نبداو نخلطوها مع الدقيق ديالنا. كيف ما كتشوفوا غنبدا نديرها بيدي، مش لكن شي طريف ولا شي حاجه يتفك مع الدقيق. نبقاو على هذه الطريقه حتى نجمع العجينه ديالي كامله غير بهذوك المقادير، ما نزيد حتى شي حاجه. وما تحتاج البنات العجينه لا دلك لا والو، كما كتشوفوا ها هي تجمعات، ما غادي ندلكوها ما والو، وغادي نحطوها في الثلاجه ترتاح واحد نص ساعه. غادي نجمعوها بحال هكا وغنديروها في كيس بلاستيكي، قسمناها على قسمتها على ثلاثة، وغادي نحطوها ترتاح واحد نص ساعه تقريبا. ها هي البنات، من بعد ملي جبدناها غادي نسرحوها دابا، غادي ندير واحد رشيشه ديال الدقيق باش ما تلصقش هي العجينه، نقدروا لو ما بغيناش نحطوها على هذا، نديرو الكيس الغذائي من التحت ومن الفوق ونسرحوها عليهم باش نتحكموا فيها اكثر. ونستمر على هذه العمليه حتى غادي نسرحها مزيان كامله كما كتشوفوا، وغادي ندير داك الشكل اللي بغيت انا. ها هي حيد دوك الجوانب الزايده كامله، غادي ناخذ لا موطارد غادي ندهن به الوجه ديال الباط او العجين، هذه الحشوة الأولى. غادي نزيد عليها واحد شوية ديال بودرة الثوم غير شوية، ومن بعد غادي نزيد الفرماج. وغادي نديروها البنات حريبلات بحال هكا،
كيف ما كتشوفوا وغادي نحاول دوك نسد دوك الجوانب مش ما يتحلوش ليا. غندير الشريط الثانية حتى هي بحالها. غادي نسدوهم البنات وغادي نحطوهم في واحد الصينيه باش من بعد نغطيوهم باش من بعد ندخلوهم شويه المجمد عاد باش غادي نقطعوهم. الشكل الثاني البنات ها هو غادي نديرو بشويه ديال الحار والزعتر نحطو صوص حاره والنكهات تاني كيبقاو على حسب الذوق. غادي نسرحها مزيان على العجين ديالي ومن بعد غنجيب داك الزعتر وغادي نديرو عليها. وغادي نشكلها حتى هي غنديرها محريبلات كما كتشوفوا. نفس العمليه كيف ما درت في الاول نسدو ومن بعد ندوروها بحال هكا باش تشد مزيان. ونفس الشيء بالنسبه للثانيه. وهما البنات الحريبات ديالي دابا غادي نغطيهم بواحد البلاستيك الغذائي وندخلهم المجمد تقريبا نص ساعه حتى لساعه. غناخد العجينه الثالثه غناخد انا ما عنديش داك المرشم صغير درت غير واحد القفاله كيف ما كتشوفوا صغيره شويه دوائر وهما البنات لهذوك الدوائر ديالي غادي نشدهم غادي ندهنهم بابيض البيض هذا الشكل الثالث ابيض البيض وغادي نحط فيه اللوز كيف ما كتشوفوا وغادي نسد بهذه الطريقه. غادي ندهن ثاني بابيض بيض وغادي ندير اللوزه وغادي نجمع يجي المنظر ديالهم زوين. نستمر على هذه العملية حتى غادي نكملهم كاملين. وهما البنات فاش كملتهم غادي نحطهم في اللاطة ديالهم تاهما وغادي ندخلهم الفران. هذه العجينه البنات كانت بقات ليا من دوك الجوانب ديال كل شكل جمعتها او تصوبتها دوزت منها الشكل الرابع درتها بحال هكا مربعات وغادي غادي ندهنهم بابيض البيض حتى هما وغادي ندير فيهم هادو غندير فيهم الشوفان وغندير فيهم وزريعة الكتان كيف ما كتشوفوا هما. دابا غادي نبدا نحط داك الشوفان ديالي وزريعة الكتان وهاي البنات الصينية ديالي وجدات.
غادي ناخدو دابا هادوك اللي كانوا في المجمد، دوك الحريبلات غادي نقطعوهم كيف ما كتشوفوا. هادو انا خليتهم عند الساعة، ما وصلتش ليهم ساعة، يعني الثلاجة كتبرد بزاف. هادو اللي درت فيهم فخوماج. وهما البنات وجدوا لينا، حطيتهم تما في اللاطه ديالهم وغندخلهم الفران نكون مسخنا قبل. وهي هي يكون على عافيه مهيله البنات باش ما يتحرقوش، وراهم كيطيبو حتى هما في ساعه. وهما البنات القيقصات ديالي وجدوا، نتمنى يعجبوكم، كيجيو لذادين بزاف وزوينين حتى في المنظر. واللي عجبو الفيديو ديالي يدير لايك وشاركوا مع الاصدقاء. اللي دخل عندي اول مره وما مشاركش في القناه وكيعجبو وعجبوهم الاطباق ديالي، يشاركوا معايا في القناه ويفعلوا الجرس باش يوصل كل ما هو جديد عندي. وخليتكم على خير البنات، والى فيديو قادم ان شاء الله، وعواشركم مبروكه.